نبدا بموضوع اهم بزاف. رانا قاعدين نشوفوا في الصحافه الجزائريه وفي قنوات الاذاعيه قاعدين نشوفوا في حوايج باش نجيبها لكم من الاخر. شوفوا الشعب الجزائري، لكن مشيتوا في المسرحيات هذه، راكم رايحين ل92 برجليكم بصح موديل واحد اخر، 62 92 2022 62 حرب اهليه، 92 حرب اهليه، 2022 حرب شعبويه اهليه بيان سور، لانه من النيفو طاح، النيفو تاع 62 كان خير من تاع 92 و 92 كان خير من تاع 2022. شوفوا اضربوا عرض الحائط كاع واش راكم تسمعوا في لي ريزو سوسيو وفي الاذاعات وفي القنوات. كل مصارف الجزائر تتحمل الدوله الجزائريه، لانها هي الخابث الاول، هي اللي نظمت السكاتشات هذو والمسرحيات هذه، هي اللي حابة تعطي للماك هو شامبونزي صغير حابة تعطيه قيمة غوريل، هي اللي حابة ترجع كلب صغير تاع رشاد وترجعو سبع، تعرفوا علاه؟ باه تخلق ان كليما دان سيكوريتي ناسيونال، يعني مناخ عدم امن على كل المستويات. قلنا لكم لحقوا الفارينة، دوك راكم تشوفوا في الفارينة واش راه صاير في لي بولونجري. رام يحضرونا في 92 فيرسيون واحدة أخرى، يعني في 92 داروا فريتو ملات، في 2022 راحين يديروا فريتو ملات بصح بالزرودية والقرعة، ماهيش خارجة من حاجة اسمها فريتو ملات، مام الزرودية في بلاصة البطاطا فريتو ملات، يعني جي دورونج تاع القارص ولا جي دورونج تاع التفاح ولا جي دورونج تاع الخوخ. هذا واش نقدر نقول لكم دركا. المقترح نتاعنا احنا انه الشعب هذا يتفادى الفتنه، يفو ايفيتي كيلي اون كريز ناسيونال انتر لي مومبر دون ميم فامي، ما كانش مناخ خانق، يا با ان كليما ديتيستابل اكسكرابل كيما ان كليما وين لي مومبر دون ميم فامي في لا ميم ميزون يكرهوا بعضهم وكل واحد حب الشر الاخر. الجزائر هذه ارض امازيغيه، عمرها لا كانت ارض عربيه. روحوا سقسيو مفدي زكريا، سقسيو عبد الحميد بن باديس، سقسيو مالك بن نبي، سقسيو اللي بغيتو. التفريقه اللي صارت دارها المستعمر الاول باش يفرق ويخلق ضفتين، قبائل وعرب، حورك الاصل بكل امازيغ ما عليناش. دركا الوقتاش حنا نقعدو ما نفهموش، والنظام الخابث اللي يجي يدزنا على وجوهنا. دركا نبدا بالشعب، لا بارتي تاع الشعب، لا بارتي دو بابل اللي لاباس بها، دونك لي فونكسيونير دو بوليس دو لارمي اي دو لادمينستراسيون سنترال. نتوما تاني وزات لي داندون دو لا فارس. الجزائر راهي رايحه للخلا، وما تقولش نسلك راسي برك، بيانتو ما تقدرش تسلك راسك، بيانتو ما تقدرش تسلك راسك، وحتى لا سلكت راسك انت وليدك ما يسلكش راسه، بنتك ما تسلكش راسها. حابين تخلقوا لنا سيستم اليجيبسيان، يعني وين عندنا 80% تاع الشعب عايش تحت الارض وين قتل وين ذبح بلا واحد ما يسمع به، سبيطار وما عندوش الحق فيه، و10% فونكسيونير و10% شواكر خدامين عند الاستعمار. دوكا المقترح نتاعنا حنا يا ولدي هو لو غان لو غوفرنمون دونيو ناسيونال. انا نهضر مع جزائريين المهجر، شوفوا جزائريين المهجر توما تاني سكتوا بزاف،
حرموكم من الطيارات سكتوا، حددوا لي بري تاع الطيارات سكتوا، حتموا لكم الرشوه باش تحكموا البيي سكتوا، داروا لكم غير اربعه برلمانيين يمثلوكم وانتم فايتين 8 ملايين في الخارج وسكتوا. فهمونا، هل السكوت نتاعكم انكم قابلين النظام هذا، ام السكوت نتاعكم انكم جاهلين ان النظام هذا يحقر فيكم؟ هذه راح نشوفوها في المشاركه في لوغان. راح نشوفوا شكون من جزائريين المهجر والجاليه الجزائريه، شكون اللي حاب يحارب على الجزائر، لانه شرف الجزائر مش شرف نتاعك في الخارج. لما تكون الدوله اللي انت الاصل نتاعك منها والارض اللي انت الاصل نتاعك منها دوله قويه، ما احنا في الخارج يحترمونا. لما تكون الدوله تاعنا كيما هذه كلبه بنت كلب رخيصه، حنا يرخصونا. دونك جامري بيان سافوار. دركا افون دوني لا بارول سي احمد بوعكاز، لي سوجي اي سون لا. عندكم طالبان دان كوتي، سي سكو نابيل دركا لا باز لوجيستيك اي فينانسيير تاع القاعده، معروفش هذا. خاطر طالبان هادو انطلقوا من زوج بلايص، من باكستان اللي هي تيران تاع تربيه الكلاب للمريكان، ونطلقوا من عند الشيخة مزة من قطر، وبيان سور تحت القيادة الاستخباراتية العسكرية الاستراتيجية نتاع اردوغان. دونك بيان سور هنا نلقاو الريحة نتاع رشاد. مبروك عليكم رشاد، عدت عندكم قاعدة درك. فوالا، اي سي اون ريبونس على سيتواسيون في الساحل، يعني فير جوي دو زونتاغونيست، داعش والقاعدة. اللعب باين. السؤال اللي يطرح درك، كيفاه الشعب الجزائري حاب يعيش؟ حاب يقبل ويندل، ولا حاب يحارب على مستقبله ومستقبل ولاده؟ ولا لا لا، لما نقولوا نحاربوا، كلمة نحاربوا عندها معاني بزاف. نقدروا نحاربوا بالطنق والطيارة والبابر والسلاح، كيعود العدو عسكر وعندهم الضابر وطيارة وسلاح. كيعود العدو اقتصادي سياسي اجتماعي دبلوماسي، الحرب تكون على نفس الأساس، احنا نحاربوا الاستعمار الغامض اللي هو النيو كولونياليزم، ما نشحين نحاربوه بالسلاح تو سامبلمون، راح نحاربوه بالوسائل نتاعو، بالاتحاد، بالتنظيم، بالحنكة السياسية الدبلوماسية، بالقوة اللي نقدروا له، اللوبي اللي نقدروا نشكلوه في الخارج، بالعراقيل اللي نقدروا نخلقوها له، بتحويل المعلومات إلى قضايا دولية. هذا هي الحرب اللي نحوسوا عليها، هذه الحرب اللي حيديرها لوغان